السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم. جزئيه الكوميونيكيشن او البروموشن، انا عندي اكتر من ابروتش اقدر استعمله في البلان بتاعتي او في كتابه الماركتنج بلان. عندنا طبعا الادفرتايزنج، البي ار، الغول الجديد، الديجيتال ماركتنج، بيرسونال سيلينج، السيلز بروموشن، دي كلها ارمز او عناصر او ابروتشز تقدر حضرتك تستعملها في الكوميونيكيشن بلان بتاعتك. خلينا كده نتعرف عليها و ازاي اقدر استعملها اطبقها في الماركتنج بلان بتاعتي. السلام عليكم، برحب بحضراتكم معايا مره تانية مكملين رحلتنا ازاي اقدر اصمم ماركتنج بلان بشكل بروفيشنال. جزئيه الكوميونيكيشن واحده زي ما اتفقنا كده من اهم الجزئيات المتعلقه بالتاكتيك، واللي احنا دلوقتي يعني مفصلين فيها بعض الامور بشكل كبير. افكر حضرتك عندنا الكوميونيكيشن، طبعا هي جزء من التاكتيك اللي حضرتك محتاج انك تضيفها في الماركتنج بلان. عندك الانتجريتد ماركت كوميونيكيشن، عندك اكتر من وسيله عشان تعرف العملاء بتوعك بالمنتج، سواء عن طريق الادفرتايزنج او سيلز بروموشن، البيرسونال سيلينج، الدايركت ماركتنج، البي ار، الايفنت ماركتنج، البوبليسيتي، ديجيتال ماركتنج. كل دي ادوات في ايديك، انت بتختار الافضل والانسب للاندستري او للبرودكت اللي حضرتك شغال عليه. طبعا تعال بقى نتكلم على كونسبت مهم جدا، هي فكره الكوميونيكيشن بروسيس. دلوقتي انا عايز اوصل رساله من الشركه بتاعتي او من خلالي، يعني انا كماركتير عايز اوصل للعميل بتاعي، او حتى ابسط حاجه كوميونيكيشن انا عايز اتعامل مع حد من الناس اللي معايا في البيت او زمايلي في الشغل. فعمليه الكوميونيكيشن بروسيس عايزك تفهمها كويس قوي عشان تكون فاهم النقاط المهمه اللي ممكن تاثر سواء بشكل ايجابي او بشكل سلبي على توصيل الرساله او المفهوم اللي حضرتك عايز توصله لاقرب الناس ليك او للعميل. طيب رقم واحد، اول نقطه خالص عمليه الكوميونيكيشن او البروسيس بتاعت الكوميونيكيشن هي المينينج. انا بيكون في بالي معنى معين او رساله معينه عايز اوصلها سواء للعميل بتاعي او حتى لحد قريب مني. يبقى رقم واحد في مينينج، في مفهوم معين عايز توصله. المفهوم دوت بيتعمل له انكودنج. يعني ايه انكودنج؟ يعني بيدخل في اطار كلمات معينه، اسلوب معين في الخطاب، طريقه معينه في الكتابه، وهكذا. المينينج بيتحول لانكودنج لكلمات او وسيله معينه او حد منطوق معين، بيحصل له ترانسميشن. الخطوه الثالثه بتعمل عمليه الترانسميشن ثرو شانل، انت بتوصل الرساله من خلال الشانل. ايه الشانل دي؟ ممكن تكون بتكلم واحد فيس تو فيس، ممكن تكون بتكلم واحد عن تليفون، ممكن واحد بتكلمه عن طريق الايميل او بتوصل له رساله، ممكن عميل بتوصل له رساله من خلال التلفزيون او من خلال مثلا ايفنت معين. تمام، الريسيفر، تمام، الريسيفر اللي حضرتك بتوجهها له الرساله دي بيعمل ديكودنج. يعني ايه؟ يعني بيحول الكلمات اللي وصلته او الرساله اللي وصلته سواء مسموعه او مكتوبه او مرئيه او اي ما كانت الى المفاهيم الخاصه بيه، الى الكلمات اللي هو فاهمها واللي اقرب له. ممكن تبقى فيه نويز، ممكن تبقى فيه عوائق، ممكن يبقى فيه باريرز معينه، الراجل ده مش سامعك كويس، الراجل دوت ما فهمش الكلمات اللي انت عايز توصلها، ممكن يكون فاهمها بمعنى تاني خالص، وهكذا. دي نويز او باريرز معينه ممكن تاثر على عمليه الايه، ترانسميشن للايديا او الفكره او الكلمات او الرساله اللي حضرتك بتوصلها. الريسيفر بيكون عنده مينينج برضو، اللي هو اللي فاهمه بيعملك بقى فيدباك او بيرد عليك برساله معينه، برضو يعملها انكودنج ثم ترانسميشن ثرو التشانل، ثم بتوصل للريسيفر مره ثانيه بيعملها ديكودنج، وهكذا. طبعا العمليه متواصله طالما في ايه، يعني كوميونيكيشن بروسيس مستمر. كل دوت زي ما قلت لحضرتك ممكن يكون فيه نويز، ممكن يبقى فيه بارير، ممكن يبقى فيه عوائق. يبقى الرساله اولا لازم تكون واضحه، لازم تكون بكلمات مفهومه، لازم طريقه النقل الرساله تبقى فيها عوامل مشتركه يفهمها الراجل اللي هو المستقبل او الريسيفر. في نفس الوقت اتوقع ان في نويز او في بارير او ممكن يبقى في كومبيتيتور. لو انت بتوصل رساله للعميل بتاعك، الكومبيتيتور دول ممكن يعملوا نوع من انواع النويز. انت بتوصل رساله معينه لكن الكومبيتيتور بيوضح للعميل تمام ان مفيش مصداقيه مثلا، او انا بقدم لك الافضل. يبقى حضرتك تكون فاهم كويس قوي ان الرساله لازم تتوصل بمعاني مفهومه، ان قد يكون المعنى اللي حضرتك بتوصله للاسف مفهوم ويختلف عند الريسيفر. لازم تسمع كويس قوي الفيدباك عشان تكون عارف هل الرساله وصلت بالشكل المظبوط اللي انت
كنت عايز توضحه. هل النويز او البارير دي ممكن تكون اثرت على المفهوم بالنسبه للعميل؟ خلي بالك من الكوميونيكيشن بروسيس، مهمه جدا جدا. لو اتكلمنا على الكوميونيكيشن تاكتيك ولو بصينا كده على الجريد دوت، الجريد اللي قدامنا ده ممكن يوضح لك العلاقه ما بين حاجتين مهمين جدا. بيوضح لك العلاقه ما بين البيت والبيرسونال واي اوف كوميونيكيشن، او توصيل الرساله من خلال التول بتاعه الكوميونيكيشن. يعني على سبيل المثال ممكن تكون الرساله عن طريق شانل بيد وبيرسونال، زي هنا البيرسونال سيلينج تعتمد عليها كتير من الشركات، زي مثلا شركات البي تو بي او الفارماسيوتيكال. البيرسونال سيلينج هنا معتمده بشكل كبير على البيرسونال سيلينج، فهي معتمده على وجود شخص، ناس، كائن حي، وبتكون مدفوعه طبعا، يعني بتدفع كتير للبيرسونال سيلينج. على العكس من كده بتلاقي حاجه ان هي بتكون ان بيد وان بيرسونال، زي مثلا البابليسيتي، الكلام اللي بيكتب عنك في الصحافه وفي الاعلام وفي وسائل التواصل. البابليسيتي انت ما لكش كنترول عليها، ما بتدفعش فلوس، وحاجه بتكون غير، يعني ما فيش قدامك بني ادم بيتكلم. يعني تلاقي انواع تانية من الكوميونيكيشن تاكتيك بتلاقي ان هي بيد ونون بيرسونال، زي الادفيرتايزنج، الديجيتال ماركتنج، دايركت ماركتنج، سيلز بروموشن. كل دي انت بتدفع فيها فلوس او بتكلف كوست معين، وهي نون بيرسونال، ما بتستعملش فيها اشخاص. في انواع تانية بتكون زي الورد اوف ماوس، بتلاقي ان هي بيرسونال، ناس بتقول لناس، بتنقل خبراتها، وبتكون انبيت. هنا الشركه بنت البراندنج مع مجموعه من الناس، او عملت البي ار بشكل كويس، وبالتالي العميل بيقول للي حواليه واللي معارفه عن مميزات المنتج او لا قدر الله العيوب. وخلي بالك يمكن هنا كان في دراسه بتتكلم ان كل عميل واحد انساتيسفايد ممكن ياثر على 11 واحد من اللي حواليه، فدي نقطه مهمه تتحط في الاعتبار. نقطة مهمة برضو عايز حضرتك تاخد بالك منها، او كونسبت مهم، الايديال ماركتنج بروجرام، او اللي احنا بنسميه البيراميد لوك. انت عندك اكتر من وسيلة عشان توصل الرسائل للعميل، من خلال طبعا الديجيتال ماركتنج، الادفيرتايزنج، السيلز بروموشن، الايفنت اكسبيرينس، البابليك ريليشن، البيرسونال سيلينج، دايركت ماركتنج. انت صعب اي مكان النشاط بتاع الشركه بتاعت حضرتك، او البرودكت اللي انت شغال عليه، صعب جدا انك تتعامل مع كل التولز دي. انت في الحقيقه بتحط اولويات، بيقول لك ان التول الاولانيه دي هتكون هي البرايمري ماركتنج ميثود، وبعد كده عندي السكند، وبعد كده عندي الثيرد او التيرشري. البرايمري ماركتنج ميثود دي تعتبر هي الطريقه الاولى اللي انت هتعمل فيها، هتحط فيها البادجت بشكل كبير، ممكن ياخد مثلا 40-50% من البادجت اللي انت حاطه. تركيزك انك تتعامل بشكل مظبوط، توصل للرساله بشكل واضح، دي حاجات هتحطها في اعتبارك طبعا. ثم عندك الطريقه الثانيه او الاسلوب الثاني اللي بتختاره برده من الطرق ديت، يعتبر السكندري او السبورتنج ميثود. ثم الطريقه الثالثه اللي هي تعتبر الماينور او الاكسبيرمنتال اكتيفيتي. انا مثلا على سبيل المثال الفارماسيوتيكال كامباني اللي انا يعني بتشرف ان انا فيها، بتلاقي حضرتك ان جزئيه البيرسونال سيلينج هي مثلا ليها الاولويه، قد احتاج للادفيرتايزنج بالتاكيد، ممكن السيلز بروموشن في بعض الاحيان، الديجيتال ماركتنج في بعض الاحيان. لكن انا عارف ان بالنسبه لي البيرسونال سيلينج هي اللي بتمثل الجزئيه الكبيره، وهي اللي احنا بنتكلم فيها مصاريف اكتر من اي حاجه تانية، وبالتالي انا مثلا محتاج ان السيلز فورس تيم بتاعي يكون على اعلى مستوى من التريننج، من الميديكال باك جراوند، من الامور التكنيكال، من السوفت سكيلز، من سيلينج سكيلز. ده بتاخد اولوياتي، ممكن ياخد اكتر من 60-70% من وقتي، لكن الادفيرتايزنج والامور الاخرى ممكن تاخد اوقات اقل. فخلي بالك من النشاط بتاعك والاولويات. لو اتكلمنا على الماركتنج كوميونيكيشن سيلز فانل، بتلاقي ان احنا ككوميونيكيشن سيلز فانل انت بتمر باربع مراحل عشان العميل يعرف، ثم بعد كده يشتري. رقم واحد انت بتبني الاتنشن او الاي، زي ما انت شايف كده، الاي الاي الدي الاي، حتى بنسميها ايدا اي اي دي اي، اللي هي ايه؟ اللي هي الاتنشن، ثم الانترست، الديزاير، الاكشن. رقم واحد انت بتخلق عند العميل الاتنشن، اللي هو كونسيومر بيكام اوير اوف ذا كاتيجوري او البرودكت او البراند، من خلال ايه؟ الادفيرتايزنج. فدي رقم واحد، دي الخطوه الاولانيه خالص، ان هي جيتنج اتنشن. ثم بتخلق عمليه الانترست، الاهتمام، التفضيل. الكونسيومر بيكام او بيكام انترست باي ليرنينج اباوت ذا براند، البينيفيت بتاعته، هاو ذا براند فيت ويز اللايف ستايل بتاعه او احتياجاته. ثم بتدخل في مرحله الديزاير، تخلق الديزاير، الرغبه، الاهتمام عند العميل ان هو يشتري. الكونسيومر ديفلوب ا فيفربل ديسبوزيشن توورد البراند. ثم بعد كده الاكشن. فخلي بالك انت الفرق ما بين
سواء الاتنشن او الانترست او الديزاير او الاكشن. انت هنا الرسالة بتاعتك ممكن تختلف، حتى ممكن التولز بتاعتك في الكوميونيكيشن يختلف، فخلي بالك انت فين، انت في اي مرحلة مع السيجمنت اللي حضرتك بتشتغل فيها. جزئية برضو مهمة جدا الكوميونيكيشن استراتيجي، فيها اربع نقاط اساسية تخلي بالك منها. رقم واحد، ايه المسج اللي انا عايز اوصلها للعميل؟ ايه الرسالة؟ المنتج بتاعي ممكن يكون فيه اكتر من بنفيت، اكتر من ميزة، لكن انا عايز اركز على حاجة معينة، على مسج معينة تتناسب مع درجة الاويرنس اللي عند العميل. النقطة الثانية في الكوميونيكيشن استراتيجي، انا بخاطب مين؟ ايه السيجمنت بتاعتي؟ يبقى الاول بشوف الرسالة، ثم انا بخاطب انهي سيجمنت، انهي فترة عمرية، او يعني العمر بتاع السيجمنت اللي انا مثلا بتعامل معاها، اهتماماته ايه، ثم الميديم هوصل الرسالة بتاعتي من خلال ايه؟ ايه التول من الكوميونيكيشن اللي احنا ذكرناها كتير؟ هل اوصلها عن طريق الادفرتايزنج، الديجيتال ماركتنج، ولا ايه بالظبط؟ النقطة المهمة كمان هي الفريكونسي. المفروض ان انا مثلا بعمل اعلان في التلفزيون او في الراديو، المفروض ان انا بعمل فريكونسي معين، الاعلان ده يتكرر مرة كل قد ايه؟ بعمل رسالة من خلال الويب بيج بتاعت الشركة او الصفحة بتاعت الشركة او الفيسبوك جروب بتاع الشركة مثلا، انا الفريكونسي بتاع الاعلان محتاج ان هو كل قد ايه وهصرف عليه قد ايه. فخلي بالك الكوميونيكيشن استراتيجي لازم اخلي بالي من الفور كومبوننت، المسج، التارجت سيجمنت، الميديم هتوصل ازاي، والفريكونسي اللي المفروض البروسبكت او العميل يتعرض ليها ويشوف المنتج بتاعي.